ابرئ نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى بالكلمه، لا تعالى الا النبي صلى الله عليه وسلم. فلسطين كل الناس بتموت، حد بيتكلم؟ هذا منكر، لابد من ان احنا ننهيه. قبل ما نبدا كده تحيه كبيره لاهلنا في القدس واهلنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم ويعين من اعانهم ويخزن من خذلهم. هم محتاجين الدعاء صحيح، واحنا ايضا محتاجين دعاء لانهم اشرف واطهر شرف الامه. ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم على الاحتلال، والا النبي صلى الله عليه وسلم والا ديانه الاسلام، لان احنا زي ما بنحترم الاديان الاخرى لازم تحترمنا. طالما انت هتحكرنا بالمال وخصم مال وبتاع، لا تعالى قاطع المنتجات الفرنسيه، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للاسلام. هي العمليه مش عمليه نفاق، هي عمليه شهاده ونقل واقع موجود. ما بقولكش وانت بعيد وانت ما شفتش وانت مش معايش، اتكلم. النرويج اللي بتتكلم على حقوق الانسان وحقوق العمال، مش هتعلمنا ازاي احنا العرب ولا مسلمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. النرويج اللي بتتكلم على حقوق الانسان، اللي كل الشركات توريد الاسلحه للكيان الصهيوني من النرويج. ما تكلموناش على حقوق الانسان. فلسطين كل الناس بتموت، حد بيتكلم؟ ولا حد بيتكلم. فمش مفيش حد يجي يعلمنا احنا حقوق انسان. احنا اللي ربنا او وصلنا للعالم حقوق الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من تعايش مع اعدائه، اول من تعايش مع من حواليه، اول من نعايش او اول من اخى بين المهاجرين والانصار، عمل معاهدات. ما تكلمنيش انت تقول لي حقوق انسان، اتعلمني انت حقوق انسان. القضيه الفلسطينيه انسانيا لازم تتضامن معاها بالوقت بالمال بالمواقف بالفلوس بالدعاء كل ما تملك. لسه حيش الجراح لسه ما تحلش، التهدئه موجوده، اتمنى تبقى موجوده. الاعمار بتاع غزه يا ريت كل اللعيبه العرب تتبناه. حملات تبرعات، واحنا ندعم هذه الحملات. الدعاء